ونرجع تاني نقول سمرة كوميات وجيمنج. النهاردة هنلعب مع بعض لعبة تريريا، هي المفروض انها اسمها صح. بص يا جماعة، اللعبة دي كنت بعشقها زمان زمان، وبصوا يعني، بص انا بتحكم في الشمس، انا بتحكم في اي حاجة. اللعبة دي شبيهة لماينكرافت بس 2D. النهاردة هنلعب مع بعض الفيرجن الجديد اللي هو اخر فيرجن لأول مرة. لو عجبتكم والله نزل منها تاني. يلا بينا اشتغل عليكم. دي الاتشيفمنت اللي انا لسه ما فتحتهاش اصلا. نهار ابيض، نبدا عالم. يا بحب الالعاب دي قوي. اكتب اسمك. تمام، كتبت اسمي. الديفيكولتي، اوبا بقى، بص بقى، هارد كور دي لا طبعا، ميديوم كور لا، كلاسيك انا اخد لا انا اخد كلاسيك عادي. اخد شخصيتي هتبقى دي الهيو مثلا، اي نخليها دي وماشي. تعالى دي خليها دي مثلا، دي مش سوشي. ونخلي ايوه زي عيني، خليها نفس ماينكرافت. انا عايز اخليها نفس ماينكرافت بالظبط. ونخلي شعري، شعري اخليه ايه مش عارف والله. اخد الشعر ده ماشي، ولون شعري اسود او لا اسود اسود. تيشرتات بقى وكده، لا اخد تيشرت مثلا وهعمله احمله احمر، واخد البنطلون واعمله اسود، وهو على الشخصية بتاعتي. تمام، ندوس كريت. تمام كده، ندوس بلاي. والحجم اكيد لارج ولا ايه؟ ميديوم ولا لارج؟ لارج. وخليها كلاسيك عادي، مش عايز يبقى فيه وحوش. اختار بايوم ايه بقى، عشوائي ولا كريمزون ولا الكرومبا؟ كرومبة ايه؟ الكريمزون، لان انا بحب اللون الاحمر، فايبه كريمزون عادي. نسميها خلاص، احنا سميناها السيد بقى عشوائي. بسم الله. هو هياخد قد ايه بقى؟ يا نهار ابيض، لو اللي انا افتكرت هيقعد 3 سنين عشان يحمل العالم. يا جماعه بقى انا هتعذب اقسم بالله، وارجع لكم بقى. انا اروح اعمل اي حاجه وارجع لكم لما التحميل ده يحمل بقى واللودنج ده يخلص. ده الليل جه في اللعبه، خلاص هانت قربنا. جماعه حابب اقول لكم شكرا بجد بجد على 200 مشترك وصلنا لهم النهارده. انا صحيت اتفاجئت اصلا بالحوار ده. بصوا يا جماعه، هنصعب الهدف شويه وهنخلي الهدف الجاي 500 مشترك، عشان مش هنخليه 300 او 400، لا 500 مشترك. حوار صعب سيكا، بس ان شاء الله احنا نقدر، وهفضل منتظم ان شاء الله وكده. فبس اللعبة دي هتعجبكم قوي والله. لو عايز طريقة تحملها يقول في الديسكورد، والديسكورد هتخش على الاباوت هتلاقيه، وخش السيرفر بتاعنا لو عايز تعرف رابط تحميلها. هتكتب لنا في الجنرال شات وخلاص، بس كده هنعرف انك عايز رابط تحميلها خلاص، وانا بعت لك رابط تحميلها، او فريق يعني الدعم هو اللي هيبعت لك التحميل بتاعه. تمام. هو بيعمل اذا ميكانيك وات لوست ان دنجن يو ويل هاف تو هيلب هير اوت اف يو وونت هير تو موف ان. مش فاهم حاجه، ضيعنا 3 دقايق بس بنعمل في الماب. يخرب بيت كده، فاضل فتفوته. والنبي والنبي وصلي، يلا 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 اوصلي يا حاجه. انت يا حاجه، ايوه خلاص، سنه سنه بس والنبي. يلا عايزين، عايزه اشوف اللعبه من جوه. انا تعبت. احنا داخلين في 5 دقايق اهو. ايه ده؟ لا كات شال اكتر بقى، لا كل شويه هيعمل لي كده. هو ايه اللودينج دي؟ اكتر لعبه شفت اللودينج فيها في حياتي. واو، قرب ازاي وكسر ازاي. صح. واو، ده الخشب كله نزل لي. احنا بالصلاة على النبي كده متلصبنين في سيد يعني جامد. الخريطة بتاعتنا اللي لسه هنستكشف فيها اكتر. ده مين ده؟ ده مين ده يا كابتن؟ انت عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ ايه بتبيع ايه برضه؟ مش عايزة اعرف خلاص. دول الوحوش؟ لا والله، دول ده سلايم. او ماي جاد، جماعة احنا نجمع خشب زي ماينكرافت عادي.
وبعد كده نروح نبني بيتنا عشان بعرف ابني فيها دي. فتعالوا بقى نجمع خشب. واو دي لعبة جامدة، انا بحب الالعاب السرفايفل دي قوي قوي. الحلقة الجاية كيفينج، مش بهزر والله، هو فيك يعني كيف هنا، فان شاء الله الحلقة الجاية تبقى كيف. معرفش اذا كان حبة الخشب اللي معايا دول يكفوني ابني بيتي ولا لأ. تعالوا ندور على منطقة طب لبناء البيت كده. هو ايه مفيش هنا اسبي؟ هو بصوا يا جماعة، بصوا لقيت ايه، ادي كهوف بقى. تمام انا هبني بيتي هنا جنب الشجرة دي عشان يبقى بيت جامد. بصوا بقى وكان بيتبنى ازاي، كان بيتبنى ازاي، كان بيتبنى ازاي. انا بحاول افهم، استنى انا مش فاهم. المفروض اللي انا عملت كرافتنج تيبل، مش عارف احطها فين الصراحة. حاجة اتحطي، وتقريبا لازم اكسر العشب ده تقريبا حسب ما اتذكر، يعني كده ان احنا لازم نكسر العشب ده. كسر كده يا حبيبي، ايوه كسر كسر كسر، بس قبل ما السلايم ده يجي. والليل لو جه واحنا ما عملناش بيت فدي تبقى كارثة، لانه كلهم قمت لا اله الا الله هتتجمع عندي. ف ايوه الله، واو لا خليك فيها كده، احلى بيت. انا خلصت البيت بعد عناء وخدت فيه مدة على فكرة، يعني مخلصتوش في ثانية كده. وبصوا يا جماعة دي كلها موارد في الكرافتنج نقدر نعملها، يعني مثلا دروع اي حاجة. فتعال نروح كهف، الكهف اللي جنبنا ده هنا. اول عايزين شموع بس كفاية، مش عارف كفاية ولا لا الصراحة. اطلع فوق، ماشي كسر دي هنا، كسر دي هنا، كسر دي هنا. البيت ده يا جماعة يعني لسه هنعدل، هيتعدل عليه طبعا، عمل فيه تعديلات كتيرة، بس الأول نقتل بس اللي هما دول مش تمامش. بس موت يا كابتن، موت موت حبيبي موت. وناخد، أظن إن الكهف ده هيطلع جامد، الحمد لله. واو انا هفضل انزل كده، وانا رايح على فين؟ صندوق، واو حلو قوي. اعمل ايه، حطهم كده بس كده، ده جامد. بصوا استخدمه ازاي، اهو برجعني البيت في ثانية. حلو ده، هنبقى نستخدمه. كابتن عايز تيجي ورايا؟ تعالى لو انت عايز يعني. ايه تاني؟ بص دي الحلقة الأولى من السلسلة، لو عايزين نكملها والله هكملها، مش عايزيني يعني شايفينها اللي هي مملة ووحشة قولوا. لأن أنا أول واحد مصري يلعبها أصلا على اليوتيوب كله، كلهم بيبقوا عرب، او لو شفت يعني لو دورت هتلاقيهم كلهم عرب، مفيش مصري يلعب اللعبة دي. فانا هقف لحد هنا، اربكم على الفيديو النهارده، لو عجبكم اشتركوا على قناة مستر كروس، اتمنى يكون عجبكم. ولو عايزين اكملها قولولي، وشكرا على 200 مشترك، عايزين نوصل 500 بإذن الله. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، بيس سلام.